روح للهيئة الوطنية للانتخابات واللي عقدت صباح اليوم مؤتمر لمتابعة سير تصويت المصريين بالخارج. وقال المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إن غرفة عمليات متابعة تصويت المصريين في الخارج مستمرة في عملها وحتى انتهاء الأيام الثلاثة والمحددة للاقتراع، مشير إلى فتح 106 لجنة انتخابية على مستوى العالم. كمان أجرت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات اتصالا بالصوت والصورة بتقنية الفيديو كونفرنس مع عدد من السفراء بالدول ورؤساء لجان الاقتراع الانتخابية بانتخابات الرئاسة المصريين بالخارج، واللي أكدوا على سير العملية الانتخابية وفتح لجان الاقتراع. كمان شكلت الهيئة الوطنية للانتخابات غرفة عمليات مركزية مزودة بتقنية البث التلفزيوني المباشر لمتابعة إدلاء المصريين في الخارج بأصواتهم في المراكز الانتخابية داخل مقار البعثات الدبلوماسية من سفارات وقنصليات حول العالم. أحب برضو نطمن على إجراء العملية الانتخابية عند حضرتك معالي السفير وائل. اتفضل يا فندم، إيه أخبار الانتخابات عند حضرتك؟ فتحنا الحمد لله. إحنا 9 بالظبط بتوقيت سويسرا فتحنا المقر الانتخابي، كل الامور تم التنسيق بشانها بالتنسيق مع الهيئه الوطنيه للانتخابات، وكل الدعم اللي كنا على تواصل خلال الفتره اللي فاتت، واحنا في انتظار حتى الترويج تم وسط الجاليه المصريه المتواجده في عموم سويسرا، وفي تنسيق برضه مع المقر الانتخابي الاخر اللي مفتوح في القنصليه في جنيف، فان شاء الله تبقى الأمور ميسرة بالنسبة للسادة المواطنين، ونأمل وبنتطلع وعندنا ثقة من خلال الاتصالات اللي جات لنا قبل الانتخابات إنه إن شاء الله هيبقى في حضور وحضور مشرف ومشاركة متميزة. بشكر حضرتك جدا يا فندم، واحنا مع حضرتك على مدار اليوم، وفي أي عائق أو أي مشكلة فنية احنا متواصلين مع حضرتك، وبشكر حضرتك تماما.